مش شايفه قبل هون اول ما هي اليوم هون الهيئه هيك شيء ليه انه ما في محل احسن يكون فيه بعدين البيره هون اطيب بس avant quand on boit bien Nicolas Boileau touché كارال ملكون اهلا وسهلا فيك كنا عم نتابع بعض المشاهد من الفيلم المشارك وفيلم التخرج الخاص فيك خبرينا عن قصته وعرفت انه امبارح انعرض الفيلم كيف كانت الاصداء اول شيء قصته بتحكي عن بنت اسمها كليو عمرها 18 سنه بس ما ببين عليها انه عمرها 18 ببين اصغر انطلب منها تكتب شيء عن الحب لانه بتدرس ليتراتشر فرانسيز بس هي ولا مره مختبرته سو كثير صعب انك تكتبي عن شيء ما بتعرفيه ف ان باراليل كمان بتروح بتتعرف على شاب عنده وجهه نظر مختلفه عن هذا الموضوع عن الحب يعني عن الحب فهون بنشوف كيف هي عم تتطور شوي هو اتس كومينج اوف ايج موفي يعني عم نشوف هي كيف عم تتطور كيف عم تكتشف حالها كيف عم تجرب تطور افكارها كمان كيف كان التعامل مع الممثلين نحن اصلا هلا عم نشوف الصور لما كنتوا عم بتصوروا الفيلم يعني مزبوط. الواحد بيكون فيلم التخرج تبعه اول شيء بيكون عتلان هم بدايه العلامه لان في التخرج بدا وبنفس الوقت انه شيء جديد لان ما عندكم خبره كبيره بالمجال التعامل كان هين مع الممثلين بالتصوير صار في كثير مشاكل او لا طبيعي انا بحس انه دائما افلام التخرج بيصير في مشاكل اكثر من العاده يعني بتسيب على حظنا كل شيء بيصير مش مزبوط صار في مشاكل بس هلا بس اتذكرها عن جد يعني بضحك وبنبسط لانه تعلمت كثير منها كتعامل مع الممثلين انا كثير اي واز لاكي انه تعرفت على ياسمين لانه كان بدي ممثله هي بالفيلم تبعي بتضلها طول الوقت على الشاشه يعني ما في تقريبا ولا فريم هي مش موجوده فكان بدي شخص اول شيء قريب للقلب ثاني شيء قدر يعطي بمرحله انه صغير وعم بعدين نرجع نشوف الشفت فيها وبلس يعني كمان الدور شوي جريء بمحلات فكتير تعذبت تلقيت الممثله يعني عملت ستوكينج لكل العالم على فيسبوك صرت اعرف كل البنات بلبنان ما حدا بيعرفني انا صرت اعرفهم اعرف اسمهم عملت اكثر من 25 كاست وبالاخر تعرفت على ياسمين هي مش ممثله من قبل فكتير حلو انه تقدري تاخذي منها شيء جديد شيء غير عن اللي كنت مفكرتيه كمان وبذات الوقت يعني هي مثل اخت وعدها وبذات الوقت كمان ما عندها المانيير ديجا مثلا انكوربوري فيها من وراء انه ممثله من قبل او هيك وذات الشيء مايك عنده كان خبره اكثر بالتمثيل بس كمان اتفقنا كلنا سوا وتمرنا وهيك أكيد حلوة كتير التجربة اللي عم تحكي عنها بعرف أنه أنت الكاتبة والمخرجة للعمل وحكيت عن بعض المشاكل بعض الصعوبات أكيد بلشت التحضير من قبل بوقت مثل ما كنت عم بتقولي شو في مشاكل إضافية كمان حسيت أنه واجهتك مشاكل إضافية مثل اللوكيشن مثلا اللوكيشن النايت كلاب أخذ معنا كتير وقت إليه كل ما نلاقي نايت كلاب يسكر ما بعرف ليه حسيت حالي انا مثل كيرس على المحلات كمان وقت التصوير التاخير دائما يصير في تاخير لانه خاصه كان عندي سيكونس شوتس ف يعني نحن عم نلحق الممثله طول الوقت فمثلا يزبط الصوت ما يزبط الصوره وما يزبط الاكستراز يعني هدول اكثر المشاكل كمان انه نلاقي الممثل بس على السات صراحه بتنسي كل هدول و بتصير كتير هيك into the moment يعني وما بتحس فيهم كارال ملكون بدنا نقلك أول شيء مبروك على التخرج وأهلا وسهلا فيك بيبتحلى الحياة وموفق أكيد بالأعمال يلي جاية شكرا لوجودك معنا